كمان انت فعلا حصل الطلاق ولا دي اشاعة؟ لا اشاعة، انا متجوزة. ما فيش موضوع الطلاق ده؟ لا لا. احنا فوتو سيشن ليكي جميل انت وبنتك، انت قصدتي ان انت تطلعي بالفوتو سيشن ده؟ والله عايزة اقولك انا كنت مأجلة بقالي فترة، والفوتوغرافر هاجر صاحبتي قوي، وقلت لها خلاص يلا بينا بقى، احنا من الصيف مأجلينه. حضري الايه يا مي؟ بحضر فيلم اسمه خطف ولطف مع احمد فتحي واحمد حلاوة ومحمد ثروت ومنى ثروت واحمد جمال سعيد. الفيلم ده ان شاء الله يعجبكم، في اطار كوميدي كده اكشن، يا رب يعجبكم ان شاء الله. تعملي اكشن؟ ده اول مره اكشن ليكي. والله هو مش اكشن قوي، هو حاجه كده كوميدي يعني.